السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موجز الثالثة، أهلا بكم. محور الجزائر الصين، محطات تاريخية أسست لصداقة وثيقة وأرست قواعد متينة من الشراكة والتعاون وفق رؤية استراتيجية واضحة المعالم. وزيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة جاءت لتبعث نفسا جديدا للعلاقات الثنائية وتعطي الإشارة لانطلاقة واعدة للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين. يواصل إذن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون زيارة الدولة التي يقوم بها إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة تلبية لدعوة من نظيره الصيني. وفي اليوم الثاني من الزيارة خص السيد الرئيس باستقبال رسمي بقصر الشعب بالعاصمة بكين من قبل رئيس جمهورية الصين الشعبية السيد شي جين بينغ. مراسم الاستقبال استهلت بمصافحة السيد الرئيس لنظيره الرئيس الصيني وأخذ صورة تذكارية تخلد هذه الزيارة. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صافح بعد ذلك مستقبليه من كبار المسؤولين في جمهورية الصين الشعبية. كما صافح الرئيس الصيني السيد شي جين بينغ الوفد الوزاري الجزائري الهام الذي رافق السيد رئيس الجمهورية في هذه الزيارة، ليستمع الرئيسان بعد ذلك إلى النشيد الوطني لكلا البلدين. بعد
بعد الاستماع إلى النشيدين الوطنيين وتحية العلم، استعرض الرئيسان تشكيلات من الحرس الصيني أدت لهما التحية الشرفية. مراسم الاستقبال تواصلت بعد ذلك وفق الأعراف والتقاليد العريقة التي تتميز بها جمهورية الصين الشعبية بتحية براعم من الصين الصديقة لرئيس الجمهورية. ليقف الرئيسان بعد ذلك على استعراض عسكري قدمت فيه تشكيلات ووحدات من الجيش الصيني في تناسق وتناغم التحية لرئيس الجمهورية، وعزفت مقطوعة تخصص لكبار الزعماء والقادة، حيث عكست حفاوة الاستقبال التي حظي بها السيد الرئيس عمق العلاقات الجزائرية الصينية المتينة والمتجذرة. بعد مراسم الاستقبال وبقصر الشعب بالعاصمة بكين دائما، أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون محادثات موسعة مع نظيره الصيني السيد شي جين بينغ، شملت أعضاء وفدي البلدين. حيث جدد خلالها السيد الرئيس تهانيه للرئيس الصيني شي جين بينغ بعد تجديد الثقة فيه بإعادة انتخابه أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني، مؤكدا أن زيارته إلى الصين تأتي بعد توقيع البلدين على اتفاقيات هامة تؤطر العلاقات التاريخية للجزائر والصين، معربا عن عميق شكره لدعم الصين طلب الجزائر الانضمام إلى منظمة البريكس ومنظمة شنغهاي. من جهته أكد الرئيس الصيني حرص بلاده على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة المتجذرة مع الجزائر. بعد ذلك أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون محادثات عن انفراد مع رئيس جمهورية الصين الشعبية السيد شي جين بينغ، تناولت سبل تعزيز العلاقات المتينة والمتجذرة بين البلدين وآليات تقوية التعاون الاقتصادي والشراكة الثنائية، بالإضافة إلى العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. رئيس الجمهورية أشرف رفقة نظيره الصيني على مراسم التوقيع على 19 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم شملت العديد من المجالات، حيث تم التوقيع على اتفاق تعاون ثنائي في مجال النقل بالسكك الحديدية ومذكرة تفاهم حول إنشاء مركز لتحويل التكنولوجيا، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الفلاحي واتفاقية إطار للتعاون في مجال الاتصالات، مذكرة تفاهم في مجال الرياضة وأخرى حول إنشاء فريق العمل للتعاون الاستثماري والاقتصادي، وكذا مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون التجاري. كما تم أيضا التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الصينية للحوكمة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ومذكرة تفاهم للتعاون التقني في مجال حجر الحيوانات والحجر النباتي. كما تم التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون والتبادل
في مجال البحث العلمي ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال القضاء. كما شملت المراسم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية والتعاون في مجال الطاقات المتجددة والطاقة الهيدروجينية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين معهد الشؤون الخارجية للبلدين، وكذا مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني الصيني لتعزيز التجارة الدولية ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. تم اليوم الشروع في صب الدفعة الأولى من المنح الاستثنائية الخاصة بالصيادين المتضررين من الفيضانات الأخيرة بولاية بازا، إلى غاية استكمال تهيئة ميناء الصيد المتضرر، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، حيث استفاد اليوم 498 صيادا من منحة التعويض من أصل 712 ملفا تم قبوله. نظم اليوم المعهد الوطني لدراسات الاستراتيجية الشاملة يوما دراسيا حول منظمة البريكس وتحديات النظام الدولي الراهن. نشطه نخبة من الخبراء تطرقوا إلى أهمية هذا التحالف الاقتصادي في مواجهة الأحادية القطبية وخلق نظام دولي جديد متعدد الأقطاب تجد فيه دول الجنوب مكانتها نظرا للإمكانيات البشرية والطبيعية التي تتوفر عليها، على غرار الجزائر التي يؤهلها موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها من ولوج هذا التكتل. استقبل اليوم المدير العام للجمارك نور الدين خالدي بمقر المديرية العامة للجمارك قائد الضبطية الجمركية الفلسطينية اللواء إياد عبد الرزاق حمدان بركات والوفد المرافق له. وبالمناسبة أكد الطرفان ضرورة الارتقاء بالتعاون الثنائي بين جهازي الجمارك للبلدين، لا سيما في مجال التكوين وتعزيز القدرات بهدف حماية الاقتصاد الوطني. بهدف توسيع دائرة استعمال الطاقات المتجددة في نشاطات المؤسسات، نظم مجمع اتصالات الجزائر بتعاون مع المحافظة للطاقات المتجددة يوما دراسيا، حيث أكد الخبراء أن كيفية استعمال الممارسات الجيدة في إدارة الطاقة ضمن أنظمة الاتصالات وكذا كيفية دمجها بشكل فعال في الأنشطة اليومية يسهم في تحقيق الانتقال الطاقوي. في أحوال الطقس، نفت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية العديدة من ولايات الوطن اليوم في مستوى يقظة أحمر بسبب الارتفاع القياسي في درجات الحرارة التي قد تصل إلى 48 درجة مئوية. وحسب النشرية التي تمتد صلاحيتها إلى غاية الساعة 6 مساء، يتعلق الأمر بولايات مستغانم، غليزان، شلف، عين الدفلة، تيبازا، الجزائر العاصمة، البوليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، سكيكدا، عنابة وطارف. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة فيها إلى 45 درجة مئوية، مع احتمال أن تبلغ محليا 47 و48 درجة مئوية. وحسب نفس النشرية فإن هذه الوضعية استثنائية مقارنة بدرجات الحرارة التي تسجل عادة شهر جويلية، حيث تم تسجيل أمس درجات حرارة تراوحت بين 45 و46 درجة مئوية في كل من ولايات مستغانم، بنهارون، بتيبازا، عين الدفلة، فيما وصلت 8 درجات مئوية في 48 درجة مئوية في كل من تيزي وزو وشلف. افتتحت أمس بشينوا بولاية بازا أسبوع القرية الثقافية والعلمية بمشاركة جمعيات ثقافية وفرق ونوادي تابعة لمؤسسات ثقافية من ولايتي بازا والعاصمة. القرية ضمت ورشات علمية يشرف عليها الأطفال وعروضا مسرحية وموسيقية.
ثقافيا دائما سيكون الجمهور ابتداء من 20 جويليا الجاري على موعد مع عرض مختلف الأفلام، عرض مختلف الأفلام السينمائية المنتجة في إطار الستينية الاستقلال، حيث نظم اليوم المركز الجزائري لتطوير السينما ندوة صحفية بحضور مجموعة من المخرجين والمنتجين والنقاد، خصصت لتقديم البرنامج المسطر من قبل وزارة الثقافة لعروض تخص 11 فيلما قصيرا وستة أفلام وثائقية. نهاية الموجة، شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.